مرحبا بكم أعزائي التلاميذ بالدرس الجديد من أسئلة الرابع الابتدائي، الشهر الأول، اليونت الأول، يونت 1. قبل لا نبلش أسئلتنا هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم القناة. مثل ما تشوفون أعزائي التلاميذ، الأسئلة مالتنا تكون بهذا الشكل، مقسومة إلى أربع أسئلة. أربع أسئلة، كل سؤال إلى درجة معينة. مثلا السؤال الأول يجي عليه درجتين، السؤال الثاني يجي عليه 3 درجات، الثالث 3 درجات، والرابع درجتين. راح نجي نتكلم عنهم بالتفصيل سؤال سؤال. عندنا السؤال الأول اللي يجيكم على شكل قطعة، يقول لك question one read the passage then write yes or no. اقرأ القطعة وأجب بيس أو نو، أجب بنعم أو لا. هذا السؤال مثل ما ذكرنا عليه درجتين، تجينا قطعة وأيضا تجينا عليه نقطتين، نجاوب على ذن النقطتين إما بيس أو نو. لكل نقطة من ذن النقطتين عليهن درجة، المجموع درجتان. عندنا القطعة My name is Yusuf. My name is Yusuf. I'm 9 years old. I'm 9 years old. I live in Baghdad. I live in Baghdad. I'm in grade 4. I'm in grade 4. Lena is my sister. Lena is my sister. She is 8 years old. She is 8 years old. She is in grade 3. She is in grade 3. Lena likes Arabic. Lena likes Arabic. Yusuf likes English. Yusuf likes English. هاي القطعة راح أقرأها مرة ثانية وأترجمها. My name is Yusuf. اسمي يوسف. I'm 9 years old. عمري 9 سنوات. I live in Baghdad. أعيش في بغداد. I'm in grade 4. I'm in grade 4. أني بالصف الرابع. Lena is my sister. Lena is my sister. Lena هي أختي. She is 8 years old. She is 8 years old. She is in grade 3. عمرها 8 سنوات. She is in grade 3. She is in grade 3. هي بالصف الثالث. Lena likes Arabic. Lena تحب مادة اللغة العربية. Yusuf likes English. ويوسف يحب اللغة الإنجليزية. عندنا النقطتين اللي راح نجاوب عليهن بيس او نو. نمبر 1، يوسف lives in Baghdad. يوسف lives in Baghdad. يوسف يعيش في بغداد. يس او نو، يس معناها نعم ونو معناها لا. هل يوسف يعيش في بغداد؟ خلينا نرجع القطعة. يقول My name is Yusuf. I'm 9 years old. I live in Baghdad. I live in Baghdad. إذا هو فعلا يعيش في بغداد. إذا ايش راح نقول هنا يس او نو؟ أكيد راح تكون يس. يس يوسف lives in Baghdad. يوسف يعيش في بغداد. نمبر 2 عندنا لينا is 9 years old. لينا is 9 years old. لينا عمرها 9 سنوات. خلينا نرجع إلى عمر لينا ونشوف قد عمرها. Lena is my sister. She is 8 years old. عمرها 8 سنوات. إذا هنا Lena is 9 years old. هل هو صحيح؟ هل عمرها 9؟ No. No. Lena is not 9 years old. She is 8 years old. Lena عمرها 8 سنوات. هذا مثال للشكل اللي ممكن تجي بالقطعة وطريقة الأسئلة والإجابة على هاي القطعة. مثل ما قلت هذا مثال، مو شرط المعلم راح يجيب لك مثل هذا، لكن احنا ننطي أمثلة حتى نقدر نشرح ونوضح طريقة الأسئلة وطريقة الإجابة عليها. ننتقل للسؤال الثاني. طبعا هذا السؤال يكون السؤال قواعدي. سؤال قواعدي يكون عبارة عن اختيارات، يكون اختيار ما بين خيارين، مثل هنا معطيك اختيارين، تختار واحد من عندهن هو الإجابة الصحيحة تخليه بالفراغ.
هذا مثل ما ذكرت أيضا سؤال قواعدي مهم جدا. إذا فهمت القاعدة بشكل عام راح تعرف طريقة الإجابة على هذا السؤال. طبعا الهاف والهاز، بالنسبة للهاف والهاز عندنا الهاف تجي مع الجمع، تمام؟ أما الهاز، الهاز تجي مع المفرد، الهاف مع الذي، الذي وي و يو و اي، هاي بالنسبة للهاف. المفرد اللي هو هي شي و ات، هذا هو المفرد. إذن الهاف مع الذي والوي واليو والاي، الجمع بالإضافة لضمير الاي ضمير المتكلم، نقول عليهن اي. اي هاف، يو هاف، وي هاف، ذي هاف. أما الهاز فتجي مع الهي والشي والإت اللي هو المفرد، تمام؟ هي شي إت، هي هاز، شي هاز، إت هاز. إذن الهاب جمع والهاز مفرد، الهاب بالإضافة إلى ضمير الآي، I have, you have, we have, they have. Has, he has, she has, it has. عندنا number one I، منطينا I. إيش راح نقول هنا؟ have, you has, I have, you, I has, I have أو I has. مدام عندنا هنا I، إيش راح يكون عندنا الفعل المساعد؟ راح يكون have. I have. I have short black hair. I have short black hair. إذن اختارينا have لأن have ياخذ ال I. I have. We have. You have. They have. عندنا number two. This my school. This my school. عندنا this أداة إشارة للقريب، أداة إشارة للقريب المفرد، تمام؟ هنا إذا عرفنا الجملة مالتنا هي مفرد، إيش راح نقول عليها؟ this is you, this are my school. طبعا الـ is تجي مع المفرد، الـ is مع المفرد اللي يتضمن he she it. أما الـ R تجي مع الجمع اللي هي الضمائر مالته، جمع الضمائر مالته they we و you. نخليهن بأسفل أو نخليهن بالأعلى حتى تكون واضحة بالنسبة لكم. إذن عندنا this راح تكون this is، this is my school. ليش؟ لأن is أداة إشارة للمفرد القريب، تمام؟ إذن جملتنا بالمفرد فش راح نقول this is my school، this is my school. اللي بعده number three، I'm up the ladder. اللادر شو تسوي له أنت؟ crawling تزحف، لو climbing تتسلق. الدرج شو تسوي له؟ I'm crawling و I'm climbing the ladder, up the ladder. أكيد الدرج إحنا مثل ما تذكرون بالبداية اليونت الأول تعلمنا crawling و climbing، وأيضا أخذنا المفردات اللي تخص اللادر. فإذا هنا اللادر يجي مع الفعل climbing. climbing. I'm climbing the ladder. I'm climbing the ladder. أنا دا أتسلق اللادر اللي هو السلم أو الدرج. فهذا أيضا يعتمد على ما أخذناه من أفعال ببداية اليونت الأول. هذا السؤال عليه ثلاث درجات مثل ما ذكرنا، ثلاث درجات هذا السؤال عليه. ننتقل للسؤال الثالث. Write the words under each picture. Write the words under each picture. اكتب الكلمات تحت كل صورة. مثل ما تشوفون عندنا علم العراق، رجل عجوز، وعندنا رجوحة.
راح نكتب المفردات اللي عندنا هي Iraq و Old و Swing. Iraq معناه العراق، Old كبير بالعمر، و Swing هي الأرجوحة. كل ما عليك أنه تعيد كتابة الكلمات بهذه الفراغات حتى تأخذ الدرجة الكاملة. مثل هاي، شو نسميها هاي؟ Swing، أرجوحة. هذا شنو؟ إيراك. إيراك. عندنا هذا الرجل العجوز نسميه old. old old يعني رجل عجوز أو كبير بالعمر. هذا بالنسبة للسؤال الثالث، هو سؤال المفردات يعتمد على معرفتك بمعاني الكلمات حتى تأخذ عليه الدرجة الكاملة. لي أيضا 3 درجات لكل نقطة درجة. ننتقل للسؤال الرابع والأخير، كوبي. هذا كل ما عليك أنه تنسخ هاي الجملة على الخطوط الأربعة، كل حرف الشاخط انسخ هاي الجملة على الخطوط اللي موجودة بالأسفل، كل حرف من ذن الحروف شنو يأخذ من ذن الخطوط الأربعة. راح نعيد كتابتها الجملة مثل ما هي. أول شيء، بغداد is the capital of Iraq. طبعا هنا راح أعيد كتابتها بشكل صحيح حتى تكون واضحة بالنسبة لكم، وأيضا طريقة، نعم، مثل ما تشوفون عندنا بغداد. بغداد مثل ما شفتوا الب ياخذ ايد وبطن، اذا الاربع خطوط تسمي الخط الاول ايد، الخطين بالمنتصف بطن، والخط الاخير الرجل. بغداد is the capital of Iraq. بغداد is the capital of Iraq. بغداد هي عاصمة العراق. فقط عندنا كتابة الجملة مثل ما هي على الخطوط اللي موجودة بالأسفل. هذا السؤال عليه درجتين، المجموع 10 درجات، وأيضا الشفهي يكون عليه 10 درجات، هاي تكون 20 درجة، تنجمع تتقسم على 2 تطلع الدرجة النهائية للشهر الأول. هذا كل ما عندنا هذا اليوم. إذا عندك سؤال أو استفسار اكتب لي بأسفل بالتعليقات، وأيضا لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات، وتضغط زر اللايك داخل القناة. إلى اللقاء في درس آخر.